la vidéo. On va d'abord voir c'est qui, si Rachid Ben Mahmoud. شكون هو؟ يلا. La régie. La régie. On va voir une vidéo à la si Rachid Ben Mahmoud. أبطال ملحمة قطر 2022 اللي صنعها المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم. بن محمود اللي خطف الأنظار في مونديال قطر 2022 من خلال العمل الكبير اللي قام به والانسجام اللي كان مع الناخب الوطني والد الركراكي وكذا القرب ديالو من جميع لاعبي المنتخب الوطني المغربي. بن محمود من مواليد 14 وتنبير 1971 بالعاصمة الرباط، وكيفما جميع ولاد الأحياء الشعبية رشيد كان شغوف بكرة القدم ونجح في توقيع على مسيرة كروية كبيرة داخل وخارج المغرب. بعد ما اعتزل رشيد كرة القدم كلاعب توجه لعالم التدريب، حيث نجح في هذا المجال مع مجموعة من الفرق خصوصا في الخليج العربي، وأصبح بن محمود من الأسماء اللي عليها الطلب بشكل كبير. وداخل المغرب بن محمود فاز مع الوداد الرياضي بثنائية البطولة ودوري أبطال إفريقيا سنة 2017 كمساعد لحسين عموتة. وبلا شك الإنجاز اللي حققه بن محمود مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 غيبقى من أحسن اللحظات اللي عاشها رشيد بن محمود في حياته. محمود. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.